أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بالخير والمحبة، وها نطل عليكم بحلقة جديدة من خلال شاشة وطن وبرنامج وطن سبورت. حلقة اليوم مختلفة بكل تفاصيلها بأحداثها، لكن البداية أنه نحب نعقب عن خروج مدرب المنتخب الوطني أو استقالته من تدريب المنتخب الوطني إدفوكات. بصراحة لا زال الأمر مبهم شنو سبب استقالته، يعني أكو أمور مضحكة مني يقول انه انا استقاليت بسبب زوجتي او مريضة. طبعا احنا نتمنى الشفاء العاجل لاي شخص، لكن هل من شروط العقد اذا مكتوب انه اذا زوجته تتمرض انه هو يترك مهمة بلد؟ يعني اكو هيك شيء؟ مدرب زوجته مريضة، اوكي على عينه وعلى راسه نتمنى على الشفاء العاجل، بس انت مو تترك بلد وتترك منتخب على الحافة من بطولة كأس العالم، من تصفيات كأس العالم، من منافسات كأس العالم، ووضعك حرج. هاي الحجة ما ممكن تعبر علينا كإعلام، ممكن تعبر على كم شخص، بس أنت العذر يعني ما ممكن هذا يعبر على الناس. زين ليش ما طلع الكابتن عدنان درجال تحدث؟ ليش ما طلع يونس محمود تحدث؟ بشنو ملتهين؟ هسه شنو البنيتوه انه؟ شنو قدمتوه انه؟ كابتن يونس محمود ولا الكابتن عدنان درجال ولا هذا العقد اللي ما نعرف شنو تفاصيله؟ فلوسه وين راح تروح؟ اليوم خاف الشارع ما يعرف، اني اوقع اليوم ب 100 مليون، من اني اقدم استقاله اتنازل، ربما اتنازل عن ما تبقى من العقد، هاي الفلوس اللي بقت وين راح تروح؟ من راح يستفاد منها؟ احنا مو ناشدنا وقلنا يا بين طالب رئيس الوزراء الدولة انه تعطي فلوس لمدرب عالمي ونطوا 2 مليون دولار او غيرها، يعني ما اعرف الرقم بالضبط. زين هاي الفلوس راح ترجع مليون دولار او 500 او غيرها، وين راح تروح؟ راح تجيبون مدرب لو شنو؟ ليش ما تطلعون توضحون؟ ليش تخافون من الاعلام؟ ليش؟ ليش كم موقع تحجون وياهم بس وتصارحون، والسؤال اللي يعجبكم تسألوه أو يسألوكم به، والما يعجبكم تقولوا لهم لا غير وسألونا غير سؤال؟ يعني أنتوا عود شنو مثل مغلسين عن الإعلام كاتحاد كرة القدم، مغلسين عن الظهور بالإعلام لو تطلعون فقط ويا البرامج اللي تمدحكم؟ حقق لي إنجاز وأمدحك أخليك على رأسي، اشتغل صح وأمدحك وأخليك على رأسي، بس انت مو فلوس الشعب هذه اللي هي ناشدنا لحد ما وصلت، وبالتالي مدرب يستقيل باسباب مجهوله، ما نعرف منو دا يتدخل بيه، منو دا يحكي وياه، شلون دا يدعي اللاعبين، بالتالي الرجال انهزم ما يقدر يحقق، انصدم بالواقع، انصدم بامكانيه بعض اللاعبين اذا مو اغلبهم، كل لاعب عمره فوق 30 سنه، هاي بالجواز الحقيقي، بالجواز المزور فرق 4-5 سنين، وعندهم جوازات دبلوماسيه اللي طلعوا لهم اياه خلف الله عليه الاستاذه اياد بنيان وكابتن عدنان درجال، جابوهم بملعب الشعب وانطوهم جوازات دبلوماسيه، وصار 5-6 مباريات ما عندهم فوز. زين ليش ما اسحب هاي الجوازات من عندهم؟ شنو انجازهم وانطيه جواز دبلوماسي؟ منو راح يلعب بكاس العرب؟ البطوله مال كاس العرب غير، نشوف منو راح يلعب بيها، منو حيدرب بيها، يعني والله مشكله هذه. نفس الوقت اروح لموضوع جدا مهم يا اخوان، يعني اعلامنا محترم بس دا يصير ترويج، مع جل احترامي للمدرب امين فيليب، يا اخوان ترى الرجال حقق كاس مع الرمثة الاردني، وهذا الإنجاز ما ممكن أنه أنا أجيبه يقود منتخب العراق. ترى حكيم شاكر حقق إنجاز، هسه تقول لي تزوير، تقول لي هو صاحب التزوير، أنا ما يهمني هذا الكلام، حكيم شاكر شئنا أم أبينا رابع على العالم، تجي على غير مدربين، أيوب أوديشو حقق إنجازات للعراق، باسم قاسم حقق إنجازات وحتى بالأندية، حسن أحمد رجال عنده امكانيه وعمل، و4 سنين مع النفط هو ينافس بلاعبين شباب،
راضي شنيشل انسان حقق انجازات. وهاي انا ما احكي لكم على الدوري العراقي ايش كم مدرب اخذ به انجاز، الجروبات والصفحات، الكابتن امين مع جل احترامي اليه، لكن انا اتحدث والله ما بداخلي، والله العظيم مدرب حقق انجاز بدولة الاردن، ماكو مشكلة، الله يوفقه وان شاء الله يحقق اكثر انجازات، لكن ماكو مدربين بالعراق محققين انجازات، كابتن حكيم بعمان مو حقق، الله يرحمه صباح عبد الجليل مو حقق انجازات. احنا ليش نجي وندعم ناس ونعوف ابناء بلدنا اللي عندهم انجازات؟ وحتى يعني باختياركم للمدربين المساعدين على شنو انتم رحتوا اختاريتوا؟ اصحاب انجاز عاملين اكثر من 10 سنوات، غير نشوف انتم وين راح تروحون تختارون المدرب المساعد اللي راح تختاروه، مو عندكم كابتن رحيم حميد، المن راح تختارون مدرب مساعد؟ هي ترى من النهايه الكابتن عدنان درجال يريد يدرب المنتخب، خاف احد ما يعرفها، ترى هاي معلومة من المنتخب، إلى طموح جدا كبير أنه يدرب المنتخب، ما شاء الله وزير ورئيس اتحاد ومدرب منتخب يريد، ما أعرف أني مدرب أخذ إنجاز، حالة حال أي مدرب بالزوراء يأخذ إنجاز، حالة حال أي مدرب بالجوية يأخذ إنجاز، بالشرطة أخذ إنجاز. إحنا شنو هذا الترويج؟ ترى عيب، عيب هاي التصرفات، هذا العراق، هذا العراق عمي، مو حق التجارب، يا لاعب اكتب عليه بالفيس جبناه، يا لاعب اكتب عليه بالصفحات وبالجروبات استدعيناه، يا لاعب عنده كم موقع ينطي انسحب، مدرب صار 10 ايام الدنيا مقلوبه، ماكو هيك شيء، هذا العراق عمي، هذا اللي دربه عمو بابا وغيره وغيره وغيره، شويه اصحوا يعني، بعد احنا شلون نحكي وياكم؟ حتى لو ما تسمعون تغلسون على الاعلام، باكر عقبه يطلعون تظاهرات عليكم مثل ما طلعوا على السابق، وبعدين تطلع كل ملفاتكم، كل اموركم تطلع، يقعدون يقولوا لك تعال عمي انت ايش قدمت لي؟ ترى صح الجماهير اليوم تحب النجم، تحبه بالساحه بالملعب من يلعب، من يسجل لي هدف، من يصنع هدف، من يقدم مستوى، بس ترى ما تحب النجم من يعمل اداري. مو كل واحد نجم يصلح يعمل إداري، هاي رسالة للجميع، ومو كل نجم يقول لك والله أنا إلا أجي أتواجد بالاتحاد، لا لا، هو الاتحاد مو مال أحد، تجي تعمل تقدم تجيب لي رعاة على راسي أخليك، تحقق لي إنجاز والله أخليك على راسي وظل أغني لك وأفرح وياك، بس أنت مو تجي من أجل مصالح، شنو ولا واحد بيكم يحب العراق؟ ماذا تشوفون الجاي يصير بينا؟ هي بس فرحتنا كرة القدم. والله مع الأسف رياضتنا وصلت لهذا الموضوع. أيضا اليوم حلقتنا عن رياضة الكيوكو شينغاي، هاي الرياضة رياضة أنا برأيي رياضة تعمل، اتحاد يعمل، يعمل دورات للحكام، يعمل مع الفئات العمرية، لكن قليل تسليط الضوء عليها، وإحنا واحد من الناس، إحنا نتحمل مسؤولية، لأن ملتهين بمليارات القدم، هاي المليارات مع القدم لو أنطيها لإبراهيم اليوم جاب لي كاس العالم، بطل عالم اللي ما عنده 10 أوراق من راح، إبراهيم يجيب لي أولمبياد، ولو أنطي لأبو الساحة وميدان، أبو الساحة وميدان يجيب لي، لو أبني لهم قاعة، هذا العراق ما بي قاعة لا للكيكوشنغاي لا للملاكمة لا للسلة، هاي قاعة الشعب راح يصير لها فوق 15 سنة، كل 4-5 سنين استاذ حسين عميدي يبدل بيها، يبدل، ما عندنا قاعة، عندنا ملاعب بمليارات كلاوات ولي هسه مدى تنفتح، ويقول لك يابا ليش تحجون عمي؟ ما يصير تحجون يا عمي، مو هذا غلط، مو ناس تجيب لي ذهب ها، وناس دسي السمعة بلدي، أنا أروح مع أبو الذهب لو أروح للي سيء السمعة بلدي، أنتوا قيموا، أنتوا كشارع رياضي قيموا، اليوم أبو الكيكوشنغاي وجراح وابطال بناء الأجسام هذول جابوا لي ذهب، المنتخب جاب لي المنتخب بطولة خليج أمم آسيا
جاب لي كل شيء ما جاب، ليش دا انطي هاي الملايين؟ روح نتابع تتويج ابطالي الكيوكو شينغاي ونرجع. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام، مبارك لابطال الكيوكو شينغاي واصحاب هذا الانجاز. مباشره ارحب بابطالنا المتواجدين ويانا داخل الاستديو، رئيس الاتحاد العراقي للكيوكو شينغاي هانشي عمار عدنان، حياك الله كابتن ومبارك لكم هذا الانجاز ان شاء الله لنا وللعراق وللرياضه العراقيه اجمع. شكرا. ايضا بطل العالم بالوسام الذهبي والكاس الذهبي ابراهيم زكم، حياك الله كابتننا ومبارك لك هذا الانجاز واحنا نفتخر بك. نفخر هذا الشرف. الله يوفقكم يا حبيبي. بصراحه كابتن ابدي من يمك، من انت اللي بصراحه ريادتك واتحادك رغم اكو بعض السلبيات لكن تعمل دورات، تعمل على الفئات العمرية وتحقق إنجازات وبطولاتك مستمرة بدون دعم، حتى وإن أكو دعم، دعم قليل، لكن هذا الطموحاني معاصرك يمكن راح يصير 4-5 سنين. مين هذا؟ شنو هذا الشغل؟ شنو هذا العمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرنا وتقديرنا لقناتكم الموقرة، ونحب نشكركم على المقدمة الرائعة الجميلة. هذا اقل شيء قدمناه يعني لكم. الاتحاد العراقي للكيوكوشينكاي يعتبر احد اكبر القواعد الجماهيريه بعد كره القدم. وحقيقه هاي وحده صارت لنا، بدل ما يعني نكافئ عليها بدينا نعاني من مشكله. يعني احنا مثلا من نقيم بطوله، نعطيك مثل بسيط، معظم القاعات بالعراق ما يعطونا القاعات لانه اعدادنا كبيره جدا وقواعدنا كبيره جدا، بحيث بشق الانفس يلا نقيم البطوله، رغم انه احنا صار سنتين الدعم المادي متوقف بشكل كامل عن الاتحاد بحجج واهيه، مره انه خطا بالماليه الاداريه والماليه، مره انه اتحادكم غير اولمبي، مع بانه هذا القانون اللي هو قانون 24 لسنه 2021 ما عنده تمييز وتفرقه بين اتحاد واتحاد، لانه هي كل اتحادات عامله ولها انجازات، وخاصه اتحاد الكيوكوشن كاي مثلا او اتحاد من الاجسام او اتحادات مميزه اكو بها، يعني هي افضل بكثير من احترامي وتقديري للاتحادات الاولمبيه، يعني اللي تصرف لها مبالغ طائله، مليار ومليار ونص و800 و600 مليون، وايضا هي ما تحقق اي انجاز. احنا ليش ما نفكر شلون نبني الانسان العراقي، الرياضي العراقي، البطل العراقي، ننتشر من واقع مؤلم، من واقع سيء مثلا، نحاول نحافظ عليه، نبني شخصيته اللي تكون بناء للوطن وللرياضه نحو مستقبل افضل. حقيقة الاتحاد عنده مشاكل كبيرة، وأهم مشكلة عندنا هي حقيقة عدم وجود أي مقر أو مركز تدريبي للمنتخبات الوطنية، وأيضا يعني كثير من الاتحادات أنه ماكو مقر. يعني قبل قليل ماكو مقر، عقبت أنه ليش ماكو مقر كابتن؟ احنا بموجب القانون، قانون 24 لسنة 2021 الحكومة العراقية يعني شلون نقول أعطت قرار وفقرا فقرات أنه تلزم أمانة بغداد بتهيئة مقرات تدريبية ومراكز تدريبية ومقرات الاتحادات، وعلى أمانة بغداد خلينا نقول العمل على توفيرها. واعتقد بغداد ترى كبيرة وكبيرة، ما اعتقد صعب. حقيقة احنا عجزنا من مناشداتنا ويا السيد امين بغداد المحترم، اخير شيء اضطرينا انه نلجأ لمن؟ الى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، ونحب نشكر الاستاذ عباس عليوي او دكتور ديار برواري اللي فاتحوا امين بغداد بدون جواب. النوبل تجينا الى لجنة الاقاليم والمحافظات، النائب ديار العفو شيروان دوبرداني، الرجل ايضا فاتح امين بغداد وعلى موضوع على موضوع بدون فائده. ايضا النائبه نسرين الوالي فاتحت السيد الامين بدون فائده. ايضا النائبه مشكوره عائشه المساري فاتحت امين بغداد بدون جواب، بدون فائده. اخرها السيد حاكم الزاملي الله يبارك فيه ايضا فاتح لنا امين بغداد وايضا بدون جواب. حقيقه من قمنا نروح ونرجع للامانه. زين بدون جواب شنو يعني مثل؟ ما يجاوب اساسا على كتب. لا 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 على تخصيص المقر، اكو مقر كان موجود هو متروك، يعني احنا قلنا افضل ما هو من واجبه يوفر لكم. طبعا طبعا فقره بموجب قانون 24 سنه 2021، هذا القانون والدستور العراقي والبرلمان قرر، يعني مو انا يعني، فما اعتقد هي منا من احد، هو واجبه انه يخدم بغداد والعراق والرياضيين. رساله يعني انا اوجهها لامين بغداد، يعني شنو جاي تشتغلوا حتى نعرف؟ هسه لا انتم جاي تطلعونا شغلكم يا استاذ علاء معا، لا جاي انتم تطلعونا شغلكم كامين بغداد ونقول يابا دا يعملون بالشوارع
بمياه الأمطار بغيرها، هسه راح يجينا المطر وراح نشوف الكوارث. ها ولا أنتوا اللي هو من واجبكم أنه تبنون لهاي المؤسسات؟ شنو جاي تشتغلوه؟ تستلمون مناصب؟ عمي والله حرام، والله حرام. الإنسان اليوم من يعمل بمكان لازم يحلل خبزته. شنو تقدموا أنتوا؟ يعني ايش قد تريد تكلفك القاعه يا استاذ علاء؟ مو قاعه استاذ، عفوا مو قاعه، احنا ما طلبنا قاعه، لا قاعه صعبه عليه. الارض ارض القاعه ارض متروكه، ارض مهمله. الارض قلنا احسن ما تاخذها جهه من الجهات وتبيعها لجماعتهم وتصير عشوائيات تضر الدوله، قلنا احنا ناخذها ونستثمرها بالتنسيق ويا الوزاره واللجنه الاولمبيه، او حتى لو احنا نعرف الداين، او نلغي ميزانياتنا ونبنيها خلينا نقول مركز تدريبي لنا الاتحاد. هاي العمليه مرارا وتكرارا الى ان يعني بصراحه وصلنا الى مرحله يعني كل الرسائل اللي بالامانه من روح يقول لك انه شوف لك احد قوي وتعال على السيد. يعني نتمنى انه السيد امين بغداد المحترم، واعتقد هو رجل هم يعني هم اب الرياضيين والابطال، يعني يلتفت على هذا الموضوع حقيقه. يعني احنا اللي تكون لك بصمه يا امين بغداد، هاي راح للتاريخ تنذكر لك. وانه ثانيا تخصيص هاي الارض مو تخصيص بشكل شخصي النبيل او العمار، هو حيكون تخصيص الاتحاد. احنا باكر طالع من الاتحاد، حيجون اجيال ورانا ويكملون ويرتمون. هي مو مساله شخصيه واستثمار حتى نقول انه والله احنا ما ننطي لانه خاف من الفساد. هو راح يكون من دوله الى دوله، وهذا يخدم قطاعات كبيره من المنتخبات. يعني اليوم احنا منتخبات وطنيه كثيره عندنا، يعني الناشئين والاشبال والبراعم والشباب والنساء والمتقدمين والماسترز، اضافه انه هاي القاعده كبيره. اكو انجازات طبعا، يعني اكو انجازات تحسب لك اليوم يا امين بغداد. من انت اليوم تفض موضوع هذه الارض تحسب إلك يا بيخ، الله عليه بعهد الأمين الفلاني هيك سوى، ناس تترحم لك، الناس تشكركم، هسه دخلوا لكم بصمة بمكان. والله عجزة من المراجعات وأخير شيء نتمنى توصل لك هاي المناشدة يا أمين بغداد أستاذ علاء معن، نتمنى لأن ندق عليك ما تجاوب. يعني حتى إحنا اليوم كعلاقات بالقناة وكاتصالات ما تجاوبون، يعني دوامكم يمكن للوحدة بالثنتين وراها بعد ما تجاوبون، لازم الصبح نتصل بيكم لان احنا ملتزمين ما شاء الله بالعراق، ملتزمين بس بالوقت. تمام، ايضا ارحب بيك مره اخرى كابتن ابراهيم. اريدك تحدثني بصراحه، كنت تتوقع انه راح تحصل على هذا الانجاز؟ والله صراحه يعني صعب صعب صعب، بس اليوم واحد من يطلع واني كشخصيا يعني من انشر منشور واصدقائي يعني تعليقاته ومتابعتهم وشوف يعني جماعتي ورئيس الاتحاد واللاعبين كلهم، هذا يعني شيء خلاني حافز لي. لان تعرف ترجع شو تقول لهم؟ رغم احنا صارت عندنا معسكرات، يعني حتى معسكر ما قدرنا نطلع، فقيره يعني معسكرات فقيره بسيطه، يعني انت تشوف معسكرات كرة القدم وين يودوهم وين يخلوهم؟ وصلنا مرحله يعني تذكر ليش حتى بقيه الرياضات يسوي لهم افضل المعسكرات اكو نعم وماكو اي انجاز. الفيزا يعني الفيزا يعني اتوقع قبل يوم لو تطلع لو ما تطلع، فهاي تعرف معنويات اللاعب. المهم الحمد لله والشكر يعني من صعد ثاني على الحلبة اشوف يعني بطوله كلش قويه، بطوله عالم 33 دوله ب 700 لاعب وانا بنصهم، يعني ما مهيئ نفسي. الحمد لله عندي وصلت عندي الحمد لله والشكر معنويه صعدت عندي اللاعبين استاذ عمار مدرب منتخب وحققت هذا الانجاز العظيم. ورقم صعب صار يعني العراق لحظات تحقيق الانجاز ابراهيم لا توصف. يعني ما شنو؟ انا على حلب يعني بكيت انا موجود بالفيديو على حلب انا بكيت، يعني ما مصدق تعرف انا يعني شنو اللي بكاك بصراحه؟ يعني صراحه فرحه اللاعب اللي قدامي، يعني الفيديوهات يعني والولد لاعب بطولتين عالم وبطل عام سابق بطل اوروبا، يعني من طب العراقي لا شيء عنده. يعني اي والله يعني لا شيء عنده، يعني حتى اللاعب مغرور إيهاب مغرور إيه يعني الحمد لله والشكر فزت عليه وشهاده يعني كلش قويه حتى الاتحادات الاوروبيه. الشخصيات القاعده كانت تتوقع ابراهيم يفوز؟ لا طبعا. اها انا على حلب واقف يباعون على اللاعب، يعني ما يباعون يصنع علي. اها والله يعني انت وصلنا احنا مرحله العراقيين مع الاسف. احكي له بعد البطوله صار انصدموا، يعني جو الاستاذ عمار وجو المدرب المنتخب يقول شو تسووا لهم وشلون وصلتوا هيك مرحله؟ خلي يجون يقولوا لهم يا ابي امين بغداد قاعه معدهم ما قاعه معدهم احنا ما يقولون والله العظيم. يعني المعسكر
المعسكر احنا بس يوم المعسكر يوم راح نرجع اليوم هنا يوم هنا وصلنا مرحله يعني تعرف معسكر ماكو دعم بسيط يعني اصبح يعني انا بالنسبه لي دفعت نص مبلغ ساعه مره وكم مليان والنص صحيح من الداينه اي والله والله انا كملت الباقي هو كم مليان يعني الله شاهد وصلت مرحله بس كل هاي الله الحمد لله والشكر فرحيت وهديت الفوز الشعب العراقي نتأمل خير إن شاء الله. خابرك مسؤول شخصية مهمة وزير. والله للأسف لحد الآن. ما حد. ماكو بس الكابتن رعد حمودي بدبي. تحياتنا الكابتن رعد. رجال ما قصر ونتأمل خير يعني ورجال وعدنا. حتى زي وزير الشباب والرياضة. والله أنا, أنا شخصيا. يعني عذرا جمهورنا الكريم يمكن هو فقط وزير كرة القدم يعني وليس وزير بقية الرياضات. أنا الصراحة يعني ما إذا يدي خابر ما يخابرني لي شخصياً. أنت محقق إنجاز حبيبي. أنا اليوم. أنت اليوم أنا أفتخر بيك. أكيد. أنت جايب لي كاس من ذهب، جايب لي ميدالية ذهبية، ليش ما خابرك وأشكرك؟ منو أني؟ أنا اليوم بمكان باكر أطلع من هالمكان، أنت التاريخ السجل لك إبراهيم. أقول لك أستاذ أنا إذا خابرني أو خابر رئيس الاتحاد هاي تكفي. بس هو أنا أعتقد يعني. هم دافع معنوي لك، هم تحس أكيد إنه أكيد فخر. أنا شخصية خابرني يعني. مو بس يعني كابتن عدن درجال لا بالعكس يعني اليوم اني خابرني شخصيه يبارك لي يعني انا كيف يعني بالعكس هذا معنوي مو لي اليوم باكر غير لاعب اللاعبين اليوم انا ابراهيم صرت رقم صعب بطوله عالم اذا ما شلون احافظ عليه اذا ما راح اليوم معنويات او معسكرات او انجاز اوصل لمرحله صراحه اذا ما اقدر معسكرات او شيء ما اطلع احافظ على اللقب مالتي اها هي احافظ على اللقب ما اطلع انا يعني ولا تفشل الاتحاد ولا هذا امام خيار صعب على فكره يعني هو هذا الشيء صعب راح يصير الانجاز حصلته الحفاظ عليه الا اصعب صح طبعا يعني اليوم ما اقدر انا يا ساعه شلون راح تحافظون على الانجاز والله حقيقه يعني احنا احتفلنا بيكم يجوز لا سامح الله بطوله القادمه تخو يعني يصير عندكم اخفاق ننتقدكم يعني احنا تعودنا انه الكيكوشن قاعد يجيب لنا ذهب البطوله القادمه المنتخب العراقي صار تحت الرصد وراح يكون حضوره صعبه لان راح يخلونا بقرع صعبه الايام الجايه وعليه احنا نحتاج الى اعاده هيكله اعاده تنظيم الى معسكرات تدريبيه الى خبير دولي نريد نفاتح اللجنه الاولمبيه والوزاره نريد اللاعب مالنا يشترك بمعسكرات ونخليه باجواء اوروبيه ودوليه وعالميه واسيويه حتى اللاعب اللي يروح ما ينصدم بواقع اولا اثنين عندنا راح نفعل التشكيلات اللي هي المنتخب الثاني والمنتخب الثالث وعندنا لاعبين مميزين ونقدر نحقق بهم انجاز وين راح تتمرن؟ وين راح تتمرن انت راح تسوي لي تشكيلات وراح تسوي لي فرق وعندك طموح وتريد تحافظ على البطل مالك وين تتمرن غير تكون واقعي والله هذا هذه مسؤوليه الوزاره ومسؤوليه اللجنه الاولمبيه وامانه بغداد ومسؤوليه الحكومه العراقيه يعني اذا هم ما معترفين بهالشباب وهالبطولات اذا على شنو مبقينا الغوا الاتحاد وخليهم يروحون بالقهاوي ويكونون عرضه للمخدرات وللجريمه المنظمه وغيرها احنا بالمناسبه احنا هسه لامينا قريب 30 الف شاب عراقي كلهم الآن باتجاهات إيجابية لبناء الدولة هذول إذا راحوا بدون تدريب وبدون هالقاعات وبدون هاي الجو اللي أنت مخليهم عايشين اليوم إبراهيم صار مثال على فكرة اليوم صار قدوة اليوم إبراهيم زقم بالمناسبة الفوز ماله أنطى مؤشر لكل الأبطال الباقي إنه بإمكاننا نكون أبطال عالم فالآن الكل قام يتصل بي ويرجع حتى اللي تارك تدريب الآن راح يرجع تدريب زين هاي عامل إيجابي إحنا نستخدمه لو نفلش البناء إحنا العراق مفلشة احنا قبل ما نكون رياضيين احنا المفروض تربويين احنا كنا جا نشتغل حتى نبني بلد ده تتكالب عليها قوى الشر والضلاله والظلام نقول بالعالم كله ومن دول مجاوره قسم بها احنا من واجبنا انه نبني هذا الوطن زين نبني هذا الوطن خمو واحد احنا مريد المسؤول والدوله تساعدنا ولو جزء بسيط يعني ما معقول اليوم اتحاد اسالك بالله عليك منتخب وطني ما عنده مكان يليق بيه يتدرب بيه والله العظيم لو وديك على المكان اللي يتدرب بيه ولا تخجل ولا مخصوص منتهين بالمنتخب الوطني لكرة القدم لأنه على راسي المنتخب الوطني دائما بكأس العالم احنا متواجدين لاعبين كلهم بأوروبا الدوري مالنا من أفضل الدوريات بالمنطقة فطبعا نلتم بهم كابتن احنا كرة القدم احنا نعرف أهميتها للجمهور وللشعب أنا من كراشي لكن نعطيني 10% من اللي ينصرف للقدم حاول على الاتحادات الباقيه على الاتحادات الفرديه تحديدا وشوف النتائج مو كل الاتحادات الاتحاد الحقيقي اللي يحقق الانجاز اللي صار عندنا اتحادات تحقق نتائج جابس بيها عندنا المواي تاي عندنا جوجيتسو عندنا رفع الاثقال
عندنا العاب السحايدان حتى سووا بطوله بالشمال بطوله وعندهم شغل وعندهم يعني جاز يعني استاذ مصطفى جبار عليك الاتحادات بس ايضا ترى كلهم معاناه على الفكره على فكره لا هم ممكن احسن من عندنا انه ما انقطع عنهم التمويل هالسنتين لا حتى اعلامهم اليوم تشوف اعلامهم منظم تشوف دائما بطولاتهم تشوف دائما تدريباتهم مشاركاتهم يجيك اتحاد اسيوي يعني اسالك سؤال انا اليوم كنت بدوره الصبح قائمه اللجنه الاولمبيه خاصه بالامناء الماليين فوصلت فقعدت في ربع ساعه يعني اليوم احدى الامور اللي انتبهنا عليها يردون كل اتحاد بعد بموجب القانون يشكل له وحده حسابيه كامله زين هذه الوحده الحسابيه جاي يراد لها اموال واحنا اللاعب المنتخب الوطني ما عدنا نعطيه لا راتب ولا تجهيزات ولا فلوس زين شو راح تطلب مني اشكل لي يعني وحده حسابيه وطاعن مدقق ومحاسب والموال هذول كلهم رواتب العالم ما تشتغل ببلاش احنا بالله اضحينا لانه هي لعبتنا واتحادنا واحنا بالنسبه لنا ندفع من الجبنه حتى نكمل لكن الشخص المواطن العادي لا ان شاء الله الاهم من هذا كله انه احنا المفروض ورانا استحقاقات قادمه هسه احنا مقبلين على بطوله عرب مقبلين على بطوله اسيا الان بالاتحاد الدولي متى بطوله العرب بطوله العرب شهر الثالث حتكون من السنه الجايه وبطوله اسيا الان نفاوض عليها ويا الاتحاد الدولي المفروض تقام اما بالعراق او بالكويت بطوله العرب وين راح تكون حتكون حاليا في بيروت اذا ما تغير مكانها حاليا على هامش البطوله مال العالم حقيقه سوينا انجاز اخر جديد وخلي يسمعها السيد معالي وزير الشباب والرياضه والسيد رئيس اللجنه الاولمبيه الان صار تنسيق كبير جدا ويا الاتحاد الدولي ويا الدول العربيه والدول الاسيويه على انه تفعيل واعاده الاتحاد الاسيوي واخذنا المباركه المبدئيه على انه يكون مقر العراق يا سلك بالله اتحاد دولي بهذا الحجم يكون مقر الاتحاد الاسيوي في العراق يعني هذا مو ما يستحق انه احد ينتبه عليه وانجاز لكن احنا ما نقدر نقيم هذا الموضوع اذا ماكو ليش انت بعيد عن الاعلام؟ انت اليوم رئيس اتحاد مميز ده تحقق انجازات ليش؟ يعني مثل انه بصراحه خلينا نحكي ما تقبل تطلع تحكي حتى لا يحاربوك والله ده نحاول نتجنب الصدام بصراحه يعني الفترات السابقه انت اليوم جايب انجاز الفترات بس السابقه ما كنت جاهز اقول لك والله ما اذا تسمح لي يعني بس يزعم مني اخوتنا باللجنه الاولمبيه او الاتحادات الفتره السابقه الكلمه مالتنا كلفتنا كثير ولهذا كنا نشوف ان المحسوبيات والعلاقات كانت تلعب دور بالميزانيات واعدادها وارقامها وعمليات الصرف مالتها حتى بالترشيحات وغيرها فاذا نحاول نتجنب على امل انه يعني نمشي شغل خلينا نقول ابطالنا الموجودين اليوم الابطال دي ايضا دي يطالبون ترى مطالب كبيره جدا يعني اليوم هذا اللاعب انت اليوم حضرتك نفسك قلت اللاعب ما مجبر انه يروح يدبر له فلوس حتى يطلع هذا واجب الدوله والاتحاد وحتى مو انت يماشي حتى جنابك اوكي والحل مو من واجبك تروح تدبر من ابو صيرف ولا من غيره اذا ندق الديوان مدن الكابتن ما شارك لان انت اليوم لا سامح الله لو صاير عندك اخفاق الله وكيلك العالم كله ينتقدك الاعلام الصحافه الوزاره الاولمبيه بس انت حققت انجاز شاهدت وزير ما قدم شيء انت استلمت فلوسكم اللي الوزير وعد بتحمل تكاليف البطوله وكمل الاجراءات واعتقد الصك كملناه الى المفروض نستلم خلال الايام القادمه اريد ابني لي قاعه ما اريد اهتم تمام ابقى وياك اروح اتابع الاستاذ احمد صبري شنو اللي تحدث عن هذه البطوله وهذا الانجاز ونرجع بسم الله الرحمن طبعا مبروك للعراق اولا ومبروك للجنه الاولمبيه ومبروك لهذا اللاعبين هؤلاء الابطال اللي حققوا اوسمه في بطوله العالم اللي جرت في بولندا طبعا الكل فخورين بهم ايضا العرب انا كنت متابع للبطوله ومتابع ايضا هم العرب كلهم يقولهم انتم قمه العرب انتم خيمه العرب انتم الاصل لانه وصلوا على مستوى ما حد من العرب واصل هذا المستوى وهذا الانجاز احنا نتمنى لهم الموفقيه واحنا مستعدين كلجنه اولمبيه نقدم لهم اي دعم يردوه من اي ناحيه سواء الماديه او المعنويه او وان شاء الله راح نكون خير عون لهم لتحقيق افضل وافضل من النتائج. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام باختصار انا ما تحدثت وياك وايد اريد تحدثني بصراحه عن مدربك شلون عملت ويمكن اكيد من رحت بقيه الدول عندهم مدربين من غير دول انت شلون عملت اليوم شلون وصلت لهاي المستوى؟ والله بصراحه تعرف المدرب احنا اكو مدرب لياقه بدنيه تعرف هاي عامه اللياقه بدنيه حتى مدرب نفسيا يعني تعال ومدرب لياقه بدنيه ومدرب اختصاص بالقوه البدنيه هذا كل واحد انا بالعكس يعني استاذ عامر
تحياتنا تحياتنا يعني. الرجال ما قصر ويانا يعني. ما قصر وعندي القاعده درب بها اني شخصيا سيد بشار متوفر كل شيء لك كان بصراحه لا لا طبعا لا طبعا لا يعني اعتبر استاذ عمار مو يمنه لا لا ما متوفر كل شيء كل شيء ما متوفر له انا اقول لك كل شيء ما متوفر لا شلون حققت حتى قاعه نظاميه ما موجوده عندهم اصلا مو انا اقول لك احنا العراقيين غيره ترى يعني احنا وصلنا مرحله قلت لك الغيره اللي هي صعدنا انا قلت لك وصلت مرحله اني بالبطوله طبيت اجواء مخيفه يعني تعرف تنظيم بطوله عالم باوروبا يعني تنظيم كلش قوي من طبيت باوعت يعني قلت بلك يا الله انا اوصل مرحله فزت اول جوله البولندي طبعا احنا مخلينا شيء يعني بولنديين حتى يستفادوا من عندنا يعني يفوزوا علينا على اساس يصعدون علينا باي اي بولندي الاول كلش قوي لكن الحمد لله غلبت الثاني الثالث صار لي حافز يعني طب بعد يعني خلاص نسيت ارتاحت انتهت بعد فكرت بشيء اسمه الاول رغم اصابات يعني هذا عنده صبعي هذا هو لسه عنده باي بالجوله الاولى هاي خدمته عندي يعني باي بالجوله الاولى هم صعدتني يعني البعض ما يعرف شنو معنى الباي يعني صعد محطه صعد ليش؟ وهي حسب القرعه مالته القرعه مثلا 16 او القرعه 32 مثلا مشاركين مثلا مشاركين 30 اثنين يكونون باي قرعه 64 اذا المشاركين مثلا 50 14 يطلعون باي أه. هاي فالنظام خاص يعني معروف تمام اي قلت لا انتهت بعد الاول يعني تعرف اليوم اخذت بطوله عالم باكر ما اخذ اللي تعرف الظروف تصير اسوء فالحمد لله والشكر حققت انجاز رسالتك كلمه جات المعنيه الكل شو تقول لهم؟ والله اليوم جات معي الكل تنتبه مو بس لي اليوم بس مو بس ابراهيم فاز العراق كله فاز بهذا الانجاز فريد من عندكم دعم معنوي وتابع للاتحاد العراقي قاعات تجهيز يعني كافي الى متى احنا بقيت الى متى؟ عندنا لاعبين هسه عندنا لاعبين اجيال عندنا شباب ناشئين احكي بالقلم العربي احكي انه انت حتى مكملات غازية يعني ما عندك انت افضل شيء مكمل لا بالعكس استاذ عمار لا بالعكس انا استاذ عمار يعني رجال انت قلت كلام محترم جدا قلت اني اذا ما يتوفر لي انا ما شارك, ما شارك على لقبي واقعد انا ماشي يعني ما قلت لك ابسط شيء مكمل غدا تجهيز كامل ما عندنا تجهيز ليش احنا نطلع هنا منتخب بطل تجهيزنا يعني رواتبكم رواتب ما بالنظر عن الاتحاد راتب انا صار لي سنتين ما مستلم راتب سنتين ما مستلم راتب هاي لو موظف بالوزاره او بالاولمبيه يقبل سنتين يشتغل بدون راتب وجيت يعني حققت انجاز الحمد لله يعني صار بطل العالم يعني طب مو استحقاق يعني اللي يسلي جواي يعني تعرف بطل العالم يعني أمورها تختلف يعني مجرد إعلام ما سلط علينا أضواء زين هسه بالأخير شكرمونك شنطوك عدنان ننتظر ننتظر لي نتأمل الخير بلكي الله وأنا يعني ما أعرف بعد هي البطولة بطولة عالم يعني شرد أجيب بعد يعني ما أخذ ذهبية تقول لي أنتظر شو أسوي بعد لا مو أنا يعني هذا الموضوع بصراحة إيه هاي هذا الواقع حال ده أحكي لك أنا لحد الآن ماكو أي مسؤول خابر ماكو أي شخص جهة معنية خابرتني بركتني شخصية أقاربي احتفالية واللاعبين الرياضيين حبيبي أقاربك على راسي المسؤولين وين؟ مسؤولين وزير الشباب والرياضة أستاذ مصطفى الكاظمي يقول لك هاجو بايدن تكرمه وأنا قايلها بالسابق بمال جراحة والساعة عيدها يقول لك هلا وجو بايدن يحكي بالإنجليزي كلمتين هاي المشكلة وتقعده يطلع مشهور بتيك توك ببرنامج ومع احترامي الاغلب المحتوى تافه يجيب انجاز للبلد ما تخابرون ما تتصلون ما توصلون رساله انه انتم مهتمين بالعراق الحقيقي هاي ما توصلوها وزير الشباب والرياضه انا ارجع واقول لان انت وزير الشباب والرياضه ما سواها لا احمد رياض العبيدي تحياتنا له ولا الاستاذ عبطان ولا حتى جاسم محمد جعفر هيك همل الرياضيين هيك همل الرواد هيك تغير عن النجوم اصدقائه ما اعرف يعني هسه بالله احنا الاعلام البينا ممكن مو منصف المو مهني اوكي بس جماعتك الجماعتك منك وبيك انا اتوسم خير ان شاء الله لاعب جايب ذهبيه باتحاد ما تخابره شيل تليفون عليه المكتب الاعلامي ليمك ما يشوفون البرامج ما يدزوا لك هاي المقاطع اللي راح ننشرها ما يقولوا لك كابتن عدنان ترى هذا حقق انجاز مثل ما تقعد وتطق صور استقبلت ومهرجان وكرنفال ولقيت كلمه وراح نعمل وراح ننجز همين استقبل هذا الشاب
يعني مكتب الإعلامي هسه إذا لاعب بمنتخب شباب اليوم قدم له فد مستوى الدنيا تنقلب بالوطن، إذا قدم مستوى الدنيا تنقلب، بس ببقية الرياضات لاعب يجيب ذهبية ولا حد يدير لبال. أنا جدا أشكرك، لكن أقرأ لك رسالة من علي فرحان يقول: السلام عليكم أستاذنا الفاضل، تحية طيبة لك ولضيوفك الكرام الأستاذ عمار عدنان رئيس الاتحاد العراقي للكيكوشنغاي والبطل العالمي الأخ والصديق ابن العراق وابن الإسكندرية على رأسنا أنت والإسكندرية الكبير الكابتن إبراهيم زكم. أتمنى أن تصل هذه الرسالة وهذه الحلقة إلى كل من يهمه الأمر ابتداء من رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية، يرجى الاهتمام بهؤلاء الأبطال وبهذه الألعاب الفردية والتي تجلب لنا الذهب، وترك الاهتمام الكبير بكرة القدم التي جلبت لنا الخيبات والويلات. أتمنى أن نتعلم من الصين وأمريكا التي تحصد عشرات الميداليات الذهبية في الأولمبياد والمسابقات العالمية والألعاب الفردية وترك تركيزهم على كرة القدم. آسف للإطالة، أخوكم علي فرهود البولاني رئيس لجنة الشباب والرياضة في الإسكندرية على رأسنا. بصراحة ماكو اتصالات، يعني البعض يريد يتصل رسائل كثيرة، هذا ما يسمح به وقت البرنامج. أنا جدا أشكرك وأتمنى ولو قدمنا لكم شيء بسيط. الله يبارك فيكم، بالعكس حفاوتكم وبرنامجكم الموقر هذا وايل، وأنا داعم لكم بأي وقت. الله يبارك فيكم وبأي مشاركة وبأي بطولة. أمنا إن شاء الله بالسيد رئيس اللجنة الأولمبية أو معالي وزير الشباب والرياضة أنه الأسبوع القادم بلكي يكون عندهم وقت ولو بسيط حتى يلتقون بالوفد مشغولين هاي الفترة. أما السيد أمين بغداد فشغلتنا ويا طويلة، ما ننتظر تغيير او لا، شوف بلكي هو الرجل يكون ان شاء الله. شلون ابراهيم؟ اقول لك حتى راس زمان تحت شاي من فوق السطح الشربديه مستقبله، انت اليوم تعال استقبل رياضي ورجال. انا يعني مو انت تدري شنو؟ متابعاته قليله بالتيك توك ابراهيم. يا حول متابعاتك مش تيك توك، لو ما عندك تيك توك لا عندي 50 مره 50 متابع. المشكله مو هاي، ما يستقبلك شلون يستقبلك 50 متابع بالتيك توك وتريد رئيس الوزراء؟ لا يطش مع شوي شوي يطش هاي طش تمام. احنا وصلنا وطلعت عالم والحمد لله ان شاء الله. الله يوفقك وشكرا لك وهذا برنامجك وقناتك، ونتمنى يسمعون ان شاء الله. ان شاء الله احنا نزود هاي الحلقه وهذا الكلام للمسؤولين ونتمنى لك التوفيق جميعا. شكرا لك مشاهدينا الكرام، شكر موصول لكادر العمل المخرج رسول ومن معاه الأخوة خلف الكواليس كلهم، شكرا للمونتير علاوي وسجاد السوداني وكل من يشاهد برنامج وطن سبورت.